أخذ رأي أيضا الأستاذ شريف بن حبيرس رئيس المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي. سيدي الكريم، أنت استمعت إلى وتستمع أيضا إلى سيد نعمان يخلف والظروف التي يعملون فيها ويربون فيها الدواجن. هم خسروا الآن عدد معتبر من الدواجن بسبب الحرائق الأخيرة. قال بأنه بصريح العبارة قال لنا احنا من أمنوش، واحنا هذا هو المشكل اللي أنا نطرحه في هذه الفترة وفي هذا الملف للنقاش. كيف أنت يمكن أن تعلق وتتحدث عن ما يحدث الآن في قطاع الفلاحة بما أنه المتضرر رقم واحد من الحرائق التي نعاني منها في هذه الفترة؟ شكرا. أولا والله غير نتأسف كي نشوف الفلاحين والمربيين وخاصة في المناطق هذه النائية اللي كيما يقول لك راح لهم، والله غير كيما يقول لك راني حزين معهم. احنا كيما يقول لك نتأسفوا في هذا الوضعية، وحنا ماذا بينا؟ احنا الصندوق بادر في هذه السنوات الأخيرة إعادة نظر في التأمينات الفلاحية. درنا برنامج كبير سطرناه بعصرنة التأمينات، وما كان شعبة ما فيهاش عقد تأمين خاصة ضد الكوارث الطبيعية. ولاحظنا في الميدان باللي ما زلنا بعاد كي نشوفوا القدرات، التأمين الفلاحي ما زال بعيد بعيد على الفلاحين. وشفنا الأخ المربي اللي يتكلم، وإحنا طلبنا إلى أولا يكون فيها نموذج ضد الكوارث الطبيعية للفلاحين. إلى يومنا الآن ما كانش كما يقول لك يابان سيستم داسيورونس أغريكول ضد الكوارث الطبيعية. هذا للأسف كاين كما يقول لك كان سيستم تاع لي كاتنات ضد بعض الكوارث، مي الفلاح ولا المربي ما يستفادش منها. حان الآن باش نروحوا لهذا النموذج، والصندوق بادر به وإن شاء الله نروحوا فيه بأقرب وقت. وهذا النموذج إن شاء الله يدخل فيه كل شركات التأمين. لازم التأمين الفلاحي يبادروا فيه كل شركة تأمين اللي راهي تنشط في هذا القطاع. صح الصندوق الوطني عنده تجربة، عنده كما يقول لك شبكة كبيرة مسعى في كل الوطن لتسمح له غدوة يتعامل بكل كما يقول لك بساطة مع الفلاحين والمربيين. من ضمن ثاني ضد الكوارث الطبيعية لازم له نموذج ليكون يشرف عليه وزارات خاصة الفلاحة ووزارات أخرى. هذا كي نشوفوا الخسائر اللي راهم كيما يقول لك يطروا منها الفلاحين والمربيين. ثانيا نظن باللي حان الوقت باللي نديروا في البرامج. نعم نحن في الاستماع. تكون فيها كيما يقول لك لا جيسيون لا بريفونسيون دي ريسك اغريكول، لازم تكون وقايه ضد الكوارث. لازم نعلموا الفلاح والمربي كيفاش يعالج ضد المشاكل والاخطار هذوما اللي راهو، خاطر شفنا غير تجي حريق كيما رانا نشوفوا في هذه الايام ولا تكون كارثه، الفلاح كيما يقول لك يودر كل واش كان عنده، خاطر ما كانش محضر لهذا الكوارث، ما يقدرش هو يعالج هذا الكوارث. صح جاية من عند ربي وفي بعض الأحوال ما مسبة من عند بعض الإنسان، مي لازم تاني الفلاح والمربي يكون مستعد ويعرف كيفاش يعالج. يجب أن يكون الفلاح محمي من كل هذه الكوارث. لازم يكون انجيسيون بريفونسيون دي ريسك، هذه لازم تكون في البرامج. هذه مسؤوليه، هذه مسؤوليه من؟ مسؤوليه الوزاره الوصيه، مسؤوليه عدد من القطاعات المشتركه، لانه نتحدث عن قطاع الفلاحه، نتحدث ربما عن اليات لضمان الامن الغذائي ايضا للبلد. بركة احنا رانا هذو ليس قضية تأمين وانتهى الأمر، يعني نفق عدد من الدواجن فشركة التأمين تؤمن وانتهى. القضية قضية أبعد من ذلك بكثير. ما نقدروش نسوقوا كيما يقول لك تأمين فلاحي كما التأمينات الأخرى. نعم. التأمين الفلاحي عنده كيما يقول لك إلى دي بريالاب، ولازم له كيما يقول لك اللوجيستيك تكون ماهيش كيما التأمينات الأخرى. ثانيا التأمين الفلاحي ماهوش مشكل برك التأمينات، كل المتفاعلين في هذا القطاع عندهم دور في التأمين الفلاحي. الوزارة طبعا، وزارة الفلاحة، وزارة المالية، وزارات أخرى، والغرفة، وكل متفائلين. لازم نحاوروا ونشوفوا ما هم الآليات، والآليات نقدروا نديروا احنا. أنا كشركة تأمين عندنا كما يقول لك هنا ديزوتي فينونسي بور ترانسفيري لويس، لازم هذه الأخطار تتحملهم شركات
ونعالجهم كما ينبغي. كاين اليات وقادرين نديروها. لازم بصح لازم احنا عندنا 3 سنين تكلمنا على هذا، حان الوقت باش نروح، حان الوقت للتطبيق وثاني ما نخليوش الدوله هي اللي كانت اول تواجه. عندما تكون كارثه الدوله تجي وتعوض. سأعود. نعم. ايش تعوض؟ تساعد. مي بالتأمين. علاش حنا قلنا التأمين؟ لازم التأمين دور عنده دور اقتصادي، ماهوش دور إداري. سأعود إلى شفافية في التأمينات في التعويضات. نعم. تكون شفافية. اللي ماتلو 10 كما يقول لك أبقار ولا مانيش عارف، نعوضوا له على حساب واش على حساب واش كما يقول لك راحت له هذه الخسارة. في التأمين تكون شفافية وتكون متابعة. نعم. وتكون فيها خبراء هما اللي يعوضوا على حساب باش هكذاك نعرفوا كيفاش كما يقول لك نتعاملوا مع التأمين. هذا رجع ضروري، ما تقدرش تدير تنمية فلاحية ما يكونش تأمين. نعم. جميل. سأعود إليك. نعم سأعود إليك أستاذ شريف بن حبيلس. يبقى استمعت معنا إلى مواطن جزائري بسيط وفلاح جزائري بسيط له اهتماماته بالمجال الفلاحي، وهو يريد أن يعمل في الفلاحه ويعمل في سلام. يعني لا هم ربما ما عندهمش العقليه. يعني نعرف جيدا بان قطاع الفلاحه يمشي ويتطور، لكن على الفلاح الجزائري ايضا ان يواكب هذا التطور. اليوم من مسؤوليه الجميع، من مسؤوليتنا كلنا اذا حبينا نحقق الامن الغذائي في الجزائر، ان نعمل كيد واحده من اجل ان نطور الفلاح وبالتالي يطور هو عمله في الفلاحه. شوف نظن بلي انا سمعت الاخ والمشكل. شوف سيد هذا تكلم قال لك انا مدابيا نامن، مي ما عنديش تكاليف باش نشري عقد التامين. المشكل راهو مطروح. حنا شوف الصندوق راهو كما قلت لك راهو يتعامل وراهو منتشر، شبكات عنده شبكات اكثر من 500 وكاله موجوده في كل وطن وخاصه في المناطق النائيه. والكلام تاع الفلاحين والمربيين، حنا في الميدان يقول لك حنا ماذا بينا تكون عندنا عقد تامين بصح ما عنديش باش نشريه. حنا قلنا بهذه المنظومه رايحين ثاني نسهلوا على الفلاح باش يشري كما يقول لك عقد التامين اللي يخليه غدوه. كي نديروه ديسبوزيتيف، هذا لو ديسبوزيتيف لازم يكون في مصلحه الفلاح والمربي، باسكو حنا درك التامين الفلاحي كما قلت لك قبيل ما يقدرش يكون تامين كما التامينات الاخرى التامينات التجاريه. التامين الفلاحي عنده مصدق وعنده منبث وحده، ما نقدروش نديروه مع التامينات الاخرى. سي بور سا لازم ان ديسبوزيتيف. وانا شوف على حساب التجربه تاعنا كل فلاحين حابين يأمنوا، ما كانش واحد فلاح يقول لك مانيش حاب نأمن، هذه أبدا، وخاصة الفلاح الصغير هو اللي راهو متعرض. شكون اللي راهو يتعرض لهذه الأخطار؟ نعرفوا باللي الفلاحة تاعنا أكثر من 70-80% فلاحين صغار هما اللي راهم كما يقول لك كي سون اكسبوزي أو ريسك، هادو هما اللي لازم لهم مساعدة، هادو هما اللي لازم لهم آليات اقتصادية يرافقوهم في التنمية تاعهم. حان الوقت والله غير حان الوقت باش نجلسوا كما يقول لك في طاولة ونتكلموا على هذا المشكل اللي نظن قادرين نتحملوه احنا كشركات، ونقصوا على عتب هاد الفلاحين والمربين، وما مع الدولة تكون فيها ميكانيزمات وآلية اقتصادية ونخرجوا من هذه المنطقة تاع لا سوبفونسيون وهذا لا تريك. جاب لي ربي حان الوقت نبدلوا هادية وتروح كما يقول لك دي زوتي فينونسي بيرمانون كي كري لا ريشيس. باسكو ما من تاخذوها كي تعطي الفلاح وكتاش راح تعوضوا، ونعرفوا باللي كاين كما يقول لك دي بروسيدور ادمينستراتيف تري لود. حتى خساره الفلاح ليست خساره يوم او يومين او ثلاثه ايام، نتحدث عن خساره موسم بكامله. الفلاح لا الفلاح مسكين ولا مدت له بقره، لازم الغدوه تكون عنده بقره واحده اخرى باش يقدر يكمل خلاص، ولا اعطينا له منها على 6 شهور ولا عام. ابدا ما كل ما درنا والو، لازم نروحوا بميكانيزمات اخرى نخرجوا من هذا اللي رانا فيه الى يومنا هذا. نعم. وحنا بادرنا هذا كما يقول لك هذا المنهج هذا راهو واجد، لازم نفاليديوه مع الامل في ان يطبق الان على ارض الواقع ان شاء الله. حان الوقت باش يطبق. ما عوضنا كما يقول لك وقت كبير راح لنا هكذا، ونشوف اللي راهو يخسر هو الفلاح والمربي الصغير خاصه اللي راهو موجود في المناطق هذوما النائيه. نعم. اللي ما
عنده حتى حمايه. بس كل مشكل ما راهوش تامين، تامين لازم يكون، بصح لازم تكون ثاني وقايه وتكون حمايه لهذه الشعبه هذه. جميل، شكرا جزيلا لك استاذ شريف بن حبيلس رئيس المدير العام الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي على هذه المداخله وعلى كل ما قدمته لنا.